نستعرض ظروف حياة سكان أريزو بتندوف مع عبد الرزاق حجي وحميد عوضي. حي أريزو ببلدة تندوف واحد من الأحياء الفقيرة، حيث يتخذ هؤلاء السكان من الصفائح الحديدية والألواح بيوتا لهم ما يزيد من معاناتهم في كل الفصول. الله راك تشوف الديار لا ضو لا ماء، الصيف غالب تشوف تركتنا يدي، والله ما يجوا علينا يسووا اللي يشوف حالتنا حنايا، ما راك تشوف والله. عندنا أولادنا يقراو ولا عندنا وين نسكنوهم؟ أنا عندي 4 دراري يغراو ولا عندي وين نسكنهم، اللي البلاصة اللي فيها ما ترفض 4 مترات. قاطنو الحي يشتكون التهميش الذي طالهم لعدة سنوات من طرف السلطة المحلية والمتمثلة في رئيس بلدية تندوف، والذي امتنع عن إعطاء أي توضيحات حول وضعية هؤلاء السكان. علمني مولانا من يطالب منها ما هو سكن ورزق على مولانا، الرزق على مولانا يضمن الله مولانا. الداء هاش نقعد تريكتي شتوه ندار كون وين نسكن ليا 30 سنة، وتميت انا هي نعاني. طالبين من السلطات المكان، مكان تركي والضو والماء، هذا طالبوا من السلطات يدولنا توفيق ضو ولا ماء ولا شيء، طالبوا من السلطات. هذا الحي عينة بسيطة عن عديد الأحياء المتواجدة بالجنوب والتي يعيش سكانها من دون أي التفات حقيقية من طرف السلطات المحلية المتجاهلة لمطالبهم المشروعة.